السلام عليكم طلاب، محاضرتنا اليوم عن الليكتشر السادس، قرأ الملازم. اليوم محاضرتنا راح ناخذ المالتي دايمنشن اري اللي هي مصفوفة الثنائية. سابقا احنا اخذنا المصفوفة الاحادية، هي مجموعة سيكونس متسلسلة من الاماكن الخزنية. هذه المجموعة تكون ذات نوع محدد واحد، يعني الأماكن الخزنية جميعها ما تكون انتجار أو تكون فلوت أو تكون بولين أو تكون دبل، جميع الأماكن الخزنية. كذلك بالمصفوفة الثنائية، أكيد مر عليكم سابقا، المصفوفة الثنائية شنو؟ تحتوي على مجموعة من الأماكن الخزنية، تكون مكونة من طول وعرض، عدد صفوف، مجموعة من عدد الصفوف ومجموعة من عدد الأعمدة. هسه احنا المصفوفة الثنائية تتكون من 3 صفوف وأربع أعمدة، هاي المصفوفة الثنائية. كذلك طبعا مشابهة جدا المصفوفة الأحادية، كذلك هذه المصفوفة تحتوي على اندكسات، تحتوي على اندكسات. نرجع نقول هي شنو المصفوفة الثنائية؟ هي مجموعة من الأماكن الخزنية. هذه الأماكن الخزنية كل مكان خزني له اندكس محدد، كل مكان خزني له اندكس محدد. يجب وأهم شيء هو التمييز بين إندكس المكان الخزني وقيمة المكان الخزني. مثلا هاي المصفوفة اسمها X، هاي مصفوفة X، X أوف الصفر صفر هو هذا المكان، بس قيمته لحد الآن ما نعرف شنو قيمته، ما نعرف قيمته، لكن الإندكس مالته هو X أوف الصفر صفر. هنا الإندكس مالته X اوف 0 1، هنا الاندكس مالته هو اكس اوف 0 2، اكس اوف 0 3. يعني من انا اريد اتعامل مع مكان خزني اتعامل مع الاندكس مالته، ما له علاقه بالقيمات، اتعامل مع الاندكس مالته. هذا الاندكس مالته 0 0، اكس اوف 0 0 يعني هذا المكان خزني. عندنا مثلا هذا الصف الاول، هذا الصف الثاني، 1 0، اكس اوف 1 0، اكس اوف 1 1، اكس اوف 1 2، اكس اوف 1 3، اكس هذا الضوء الثالث، الصف الثالث. هاي هي المالتي دايمنشن اري، مصفوفة ثنائية. انتبهوا، نجي لتبو الملازم، نجي للديكلاريشن، ديكلاريشن مالتي دايمنشن اري. كيفية إنشاء مصفوفة ثنائية؟ عندنا الداتا تاي، أول شيء نكتب نوع المصفوفة الداتا تاي، و ثم الداتا تاي هسه مثل هاي احنا هنا نشأنا مصفوفة، شوفوا الداتا تاي اسم المصفوفة، والدور قوسين نوع المصفوفة الداتا تاي اللي هو مثل انتجر، مصفوفة نوع انتجر.
الدور قوسين هذه الأقواس، والدور اسم المصفوفة. هسه احنا اللي هنا لحد اللي هنا مشينا مصفوفة، اسمها اي اكس، نوعها انتجر. طب هو للخطوة الأولى قلت لك إنشاء مصفوفة without determined size اللي هنا أناني أكبس هنا وأحط هسه أكتب هنا هسه فارزة منقوطة، هنا أنشأت مصفوفة اسمها AX نوعها انتجر بدون تحديد السايز مالتها. هنا يقول لك شوف بالخطوة الأولى هو data type وقوسين وقرينين هاي إنشاء مصفوفة. بالسي قبل كانت شنو؟ اكتب الداتا تايب، تبول الملزمة الداتا تايب، والدور اكتب وراه الارينين اسم المصفوفة، والدور افتح قوسين. هاي بالسي. بالجافا لا، داتا تايب والدور قوسين والدور الارينين، هاي الديكلاين اللي هو شنو ديكلاين انشاء مصفوفة. شوفوا عندنا شي يقول لك ديكلير with determine size of array. كتبت النقطة الثانية بالملزمة صفحة ثانية، انشاء مصفوفة مع size، اريد احدد السايز، اريد احدد السايز مال المصفوفه. فش اقول؟ طب هو الملزمه الداتا تايب، هذا اسم الداتا تايب مثلا هنا انت نوع الداتا تايب، افتح قوس قوسين، بدنا نفتح قوسين، فتحت لنا القوسين. الدور اسم مصفوفة سميته اي اكس، هو بالملزمة شوفون كاتب الرينين اللي هو يعني اسم المصفوفة، يساوي نيو داتا تايب شنو نوعها انتجر، نيو انتجر هنا اذا فلوت اكتب نيو فلوت، والدور داخل ذن القوسين اكتب السايز، هذا الخمسة الاولى داخل القوس الاول معناها عدد الصفوف، وهنا عدد الأعمدة، يعني أقول لك انشئ لي مصفوفة ثنائية عدد صفوفها خمسة، تكتب هنا خمسة، وعدد صفوفها مثلا عدد أعمدتها خمسة، تكتب هنا بالقوس الثاني خمسة. إذا أقول لك مصفوفة عدد صفوفها ثلاثة وعدد أعمدتها أربعة، بالقوس الاول راح اكتب شنو؟ راح اكتب هنا ثلاثة، راح اكتب هنا اربعة. نقول لك نشيل مصفوفة اربعة في اربعة، هنا تكتب اربعة، هنا تكتب اربعة، هذا عدد الصفوف، هذا عدد الاعمدة، واضح لهنا. هنا declare with size، يعني انا نشأت مصفوفة with size، يعني احدد السايز مالتها الحجم مالتها. ننزل طبعا هي ما بيها اختلاف بين وبين المصفوفة الأحادية نفس الشرح، بس اختلاف بسيط انه هاي لان اتجاهين اعمدة صفوف وعمدة، وذيك كانت بس صفوف. نفس الأفكار الموجودة بالمصفوفة الأحادية. نجي شوف assign النقطة 6.3 بالمنزمة، assign value to one dimension array، يعني هنا خطوطها طبعاً two dimension array elements. شلون أضيف عناصر لل two dimension array elements،
شلون اضيف عناصر؟ عندنا الطريقه الاولى، اذا انا انطيك اني قيم، انتبهوا للملزمه، الاكزامبل واحد انتبهوا له. شوف انا منطيك قيم، فمجرد تقول انت تفتح قوسين وتسميها، مثلا هنا هو بالمثال مسميها الريون يساوي افتح اقواس مال المجموعات والدور احط المجموعه الاولى راح يمثل الصف الاول، يعني عندنا الصف الاول راح يساوي 1 2 2 6 7 هذا الصف الاول. هاي اذا انا اعطيتك اياها المجموعات اجي اسوي لي مصفوفه ثنائيه وبها هاي القيم، هاي القيم، فانت قبل تسوي الساين مباشر، يعني قبل انت افتح قوس يساوي الري 1 يساوي قبل قوس المجموعات، يعني تسوي الساين مباشر، تخصيص مباشر قيم مباشره تعطيني للمجموعه. فالصف الاول راح يكون يساوي 1 1 6 7، الصف الثاني راح يكون يساوي سالب 9 9 5 0 2، الصف الثالث راح يكون يساوي 10 2 سالب 8 2 11. هذا الترتيب مالك. هاي شنو هذا؟ نادر جدا انه انا راح اقول لك اسوي انه اعطيك القيم مال المصفوفه. نجي التخصيص الثاني، الاكزامبل الثاني بالمنزله، تابو اكزامبل الثاني. انت قوسين الري 1 يساوي انت 5 5. هسه لهنا انا شنو هذا؟ هذا الكود شنو معناها؟ انشئت مصفوفه نوعها انتجر، بما انه قوسين معناها شنو؟ معناها ثنائيه. الري 1 يعني هذا اسمها الري 1 يساوي نيو انت 5 5، شنو معناها؟ يعني مصفوفه عدد الصفوف مالتها 5 وعدد الاعمده 5. واضح؟ هسه سويت بالضبط مصفوفه مثل هاي، سويت مصفوفه مثل هاي داخل الذاكره صارت مصفوفه ثنائيه، بس هسه هاي شنو 3 في 4، هي المصفوفه صراحه تصير هي شنو 5 في 5. اسمها هنا هاي المصفوفه شو اسمها؟ اسمها اكس، هاي المصفوفه الموجوده هسه قدامكم، لكن هو بالمثال سماها الري 1، يعني هنا الري 1 اوف 0 0، الري 1 اوف 0 1، الري 1 اوف 0 2، الري 1 اوف 0 3، يعني اسم المصفوفه الري 1. خوش، هنا سكانر، نجي الكود الثاني سكانر انبوت نيو سكانر سيستم ان سيستم دوت ان، شنو هاي معناها؟ معناها قلنا هاي السكانر خليناها سابقا هي حالها حال السي ان، حالها حال السي ان، يعني هذا اوبجكت سويت اسمه انبوت، سويت اوبجكت اسمه انبوت من باكج السكانر باستخدام دالة السي سيستم دوت ان، هذا اوبجكت، هذا شنو معناها؟ معناها جاي اسوي سي ان، من اريد اسوي سي ان انا استخدم اسوي هذا الاوبجكت، اسوي هذا الاوبجكت، من شنو؟ من اريد اسوي سي ان، هاي من اقول لك سوي لي مصفوفه وخلي للمستخدم هو يدخل العناصر تكتب له هيك. خوش، ننزل هذا كانه شنو؟ سي ان، قلنا اتفقنا عليه، يخلي المستخدم هو يدخل القيم للبرنامج، حالها حال السي ان في السي بلس بلس. نجي الكود الثالث، فور انت الاي يساوي صفر، اي اصغر او يساوي 5، اي بلس بلس، والدور فور انت الجي يساوي صفر، جي اصغر من 5، الجي بلس بلس. ها شنو هسه انا؟
انا اريد اخلي المستخدم يدخل القيم. خوش. خذيت عداد للاي وعداد للجي. زين. نزلت كتب قال الاري وين؟ الري وين؟ اوف الاي اوف الجي يساوي انبوت دوت نيكست انتجر. شنو هاي؟ نجي الري وين اسم المصفوفه، الاي ايش قد هسه؟ الاي واحد في البدايه، الاي بدا بالواحد، نزل اخذ الاي واحد. الدور رجع الجي ايش قد؟ الجي واحد. صفر صفر بدا من الصفر، الجي صفر والاي صفر والجي صفر، فصار الري وين اوف الصفر صفر. لان هسه بالبدايه اي صفر جي صفر، الري وين اوف الصفر صفر يساوي input dot next in. هاي شنو input dot next in؟ هاي مرتبطه بالاوبجكت اللي اسمه سكانر. هذا الاوبجكت هاي من اخليها يعني معناه شنو؟ يا مستخدم تعال دخل لي القيم، يا مستخدم تعال دخل لي القيمه، تعال دخل لي القيمه وين؟ بالاري وين اوف الصفر صفر اللي هو هذا المكان، صفر صفر هذا المكان. سويت له يساوي input dot next int. يعني شنو يعني يساوي؟ يعني قمت شلت هذا المكان بالضبط، هذا المكان هسه اوف الصفر صفر شلته انطيته للمستخدم، قلت له يا مستخدم دخل لي قيمه بهذا المكان. فقبل المستخدم مثلا كتب ستة، من كتب ستة صار بهذا المكان شو يساوي؟ يساوي ستة. زين العداد يخلص لو بعده الشرط مالته ما توقف، فصار هسه عندنا هذا المكان يساوي ستة. انا شنو اريد الفكرة؟ اريد الفكرة ان المستخدم يملي هاي كلها، يملي المصفوفة الثنائية كلها. فرجع ايش قص صار الاي؟ الاي واحد. يا هو اللي راح يتغير، يا راح يتغير الجي، لان هو شنو من يرجع يصعد راح يرجع يصعد يلقى الجي فيزود الجي. ايش قد زود الجي؟ واحد. الاي ايش قد بقى؟ صفر. فزود الجي واحد ما تحقق الشرط مال الجي، بقى الشرط متنفذ انه الجي صار واحد اصغر من خمسه فبقى متنفذ. فايش قد رجع المره الثانيه العده الثانيه؟ الاي ايش قد؟ الاي صفر لحد الان شوفوا، والجي واحد فانتقل لهذا المكان. فصار الري وين اوف الصفر اوف الواحد، يعني شنو؟ يعني هذا المكان الثاني. شو يساوي؟ يساوي input dot next. يعني شنو معناها؟ شنو معناها هسه؟ من هذا المكان يساوي input dot next، يعني هذا المكان شيله طي المستهلك. سوى البروسيسر شال هذا المكان، هذا اعطاه للمستخدم، دخل المستخدم القيمات، دخل 10 معناها صار هذا قبل صار المكان شلت 10. رجع الاي لحد الان صفر، ايش زود؟ زود الجي، صار جي ايش قد؟ 2. يعني صار الري اوف الصفر 2 يساوي input dot next int. يعني شو معناها؟ يعني معناها شيل هذا المكان ودي للمستخدم، دخل المستخدم قيمة. رجع الجي شنو؟ صار ثلاثة، ما يعني صار array of الصفر of ثلاثة. شنو معناها؟ معناها شيل هذا المكان ودي للمستخدم، المستخدم شنو؟ دخل القيمة في هذا المكان، دخل القيمة في هذا المكان مثلا 100، دخل 100 200 ألف ماكو المستخدم كيف. لمن ما صار الجاي مثلا، صار الجاي مثلا 4 5، خلص الجاي راح الاي ايش قد يصير الدور؟
راح الاي جدي يصير، راح يصير الاي واحد ويرجع الى عده جاي من جديد، فصار واحد صفر. يعني الري اوف الواحد اوف الصفر يساوي input dot next. يعني شنو معناها؟ يعني ودي للمستخدم هذا المكان، الدور وديت هذا المستخدم، هذا المكان للمستخدم، المستخدم حط لي قيمة الدور، خذيت الاري اوف الثاني اوف الواحد واحد. شوفوا انتبهوا للاي يظل ثابت والجي يتغير يزول، فصار واحد واحد. يعني ما ناشي هذا المكان اللي الاندكس مالته واحد واحد، ودي المستخدم، قام المستخدم دخل قيمة، رجع الدن للمكان الثاني اوف الواحد اثنين، شي هذا المكان ودي المستخدم. فهاي فائدة العداد اللي هو الاي وعداد الجي، حتى شنو؟ حتى امر على كل الاماكن الموجودة داخل المصفوفة، حتى امر على كل الاماكن الموجودة داخل المصفوفة هاي. فراح وكل مكان اشيله وش اسوي له؟ حتى اودي المستخدم اكتب يعني يساوي input dot next، يعني شلت وديت المستخدم. فبالتالي راح كل ساعة يجي مكان المستخدم، مرة صفر صفر حط قيمة المستخدم، مرة صفر واحد حط قيمة المستخدم، مرة صفر اثنين حط قيمة المستخدم، مرة صفر ثلاثة حط قيمة المستخدم، دور ينزل للسطر اللي بعده صار واحد صفر ودى المستخدم حط قيمة، دور صار واحد واحد ودى المستخدم حط قيمة، دور صار واحد اثنين، هكذا. هاي معناها ليش استخدمت عدادين الاي والجي. زين عندنا الثاني assigning multi dimension array elements. اريد هسه كملت القيم كلهن، كملتين كملت والمستخدم دخل القيم، ايش اقول لك الدور؟ الدور اقول لك عشان بس بهذا الكود الفوق كملت هاي مليت، انه هاي مليتها المصفوفة هاي مليتها بالقيم. الدور شو اقول لك؟ اقول لك مثلا انا اريد مثلا هذا المكان اريده صفر ورا ما كملت الكود، شلون انا اوصل لهذا المكان؟ اكتب اسم المصفوفة مثلا x اسمها x او array 1، اسم المصفوفة اوف الواحد اوف الثنين هي صفر، بس اكتب يساوي صفر صار صفر. فجأة اقول لك مثلا غير لي هذا المكان، شو تقول؟ تقول x او array 1 اوف الثنين ثلاثة يساوي صفر، واضح. اقول لك مثلا اجمع لي هذا المكان وهذا المكان، اجمع لي اياهم والناتج مال جمع هذني وين تخلي لي اياه؟ تخلي لي اياه بهذا المكان، اجمع هذا المكان وهذا المكان والناتج اجمع خلي لي اياه هذا المكان. ايش تقول؟ تقول اكس اوف الاثنين اوف الواحد ورا ما انت كتبت، كتبت هاي نفس شوف بالاكزامبل 2 تكتبهن هاي، يعني اغلب الاسئله تكتبهن بالاكزامبل 2 اغلب الاسئله تكتبهن. انا راح اقول لك تبغى تسوي لي مصفوفه، خلي المستخدم يدخل القيم والدور الدور اقول لك سوي له عمليات هيك. فانت قبل شلون هذا الموجود؟ انت الاري 1 يساوي نيو، انت الخمسه او الخمسه سكنر انبوت يساوي نيو سكنر فور الاي فور الجي، الاري 1 اوف الاي اوف الجي يساوي انبوت دوت نيكست ان. هاي سويت مصفوفه وضفت لها قيم وخليت المستخدم هو يضيف قيم. الدور شو اقول لك؟ اقول لك هذا اريد هذا المكان زائد هذا المكان، قيمه هذا المكان قيمه هذا المكان خلي لي هذا المكان. فش تسوي وراها؟ تكتب وياك كبر وي كود، ايش تكتب؟ تكتب اكس اوف الاثنين اوف الواحد يساوي x اوف الاثنين اوف الاثنين
زائدة x أوف 2 أوف 3. يعني ايش راح يصير؟ راح شو يسوي؟ راح ياخذ القيمة الموجودة بهذا المكان اللي هي مثلا خلينا نقول المستخدم دخلها 6، يجمعها مع القيمة الموجودة بهذا المكان اللي هي مثلا 4، وين يخليهم؟ يخليهم هنا 10. فراح تصير هنا 10 وهنا تبقى نفس قيمتها 6 وهنا نفس قيمتها 4، فصير 10 6 4. إذا أقول لك الدور جمع لي هذن الأماكن خلي لي إياهن بهذا المكان، فتقول x of 2 of 0 يساوي x، شوف بالكود ما تكتب لي 10 زائدا 4 6 زائدا 4، ما تكتب، يكتب كل أماكن الاندكس، تتعامل مع الاندكس ما تتعامل مع القيم الموجودة أصلا، ولا تتباوع القيم الموجودة وما لك علاقة. فهسه فرضنا هنا 10 وهنا 6 وهنا 4، فرضنا هيك فرض القيم الموجودة. أنا أقول لك جمع لي ذن ثلاث أماكن وخلي لي القيمة مالتي اللي أنا، فشو تقول؟ ما تقول 6 زائدا 4 زائدا 10، ماكو شيء. أنت تعامل مع الإندكسات. فشو تقول؟ تقول الـ x أوف 2 أوف 0 يساوي x أوف 2 أوف 1 زائدا x أوف 2 أوف 2 زائدا x أوف 2 أوف 3. راح يجمع القيم الموجودة كلهم هو ويخليهم بالـ x أوف 2 أوف 0. يعني راح هنا 10 وهنا 6 فرضناه وهنا 4، ايش قد راح يصير؟ راح يصير 20، 10 6 ب 4 20. ال 20 وين راح تنخزن؟ راح تنخزن هنا، وهاش قد راح تبقى قيمتها؟ راح تبقى قيمتها 10 نفسها، ماكو مشكله. انا بس خذت وجمعت بس مو ما فرغتها، ما فرغت يعني مو راح تصير صفر، لا راح تبقى أم. بس هاي راح الناتج مال جمع ذني راح تتغير، هاي القيمه هنا هاي راح تتغير، راح يصير 20 وهنا شو يصير؟ 10 هنا شو يصير؟ 6 تبقى نفسها وهنا شو يصير؟ 4. الفكره الاساسيه انه انا من اتعامل مع القيم، مع اريد اغير قيم اضيف قيم، شو اسوي؟ انا ما اتعامل مع القيم الموجوده بالمصفوفه اصلا نهائيا، اتعامل مع الاندكسات. اذا المصفوفه مثل الري 1 تقول الري 1 أوف 2 أوف 0 مثل يساوي الري 1 أوف 2 أوف 1 زائد الري 1 أوف 2 أوف 2 زائد الري 1. إذا اسمها X تكتب بالضبط X. فأتعامل مع الإندكسات، هاي أهم نقطة مع بالمصفوفات الثنائية. فمن أقول لك مثلا أقول لك غير لي هذا الأماكن، غير لي هذا المكان، سوي لي 10، تكتب x اوف الواحد اوف الواحد مثلا، وهنا هو مثلا قيمته كانت 100، ما له علاقه بالقيمه داخل البرنامج، بدنا نكتب الكود ما له علاقه بالقيمه، تكتب x اوف الواحد مثلا ما داخل القيم بس تكبر، تكتب x أو في الواحد، في الواحد يجي يجي أو في الواحد، أو في الواحد يجي يساوي واحد مية، هاي معناها شنو؟ أيت أو في الواحد مكان، هذا المكان أيت أو في الواحد، أو في الواحد قيمته مية. أقول لك مثلا مكان الصف الثاني العمود الثالث، يعني العمود الرابع مثلا، سوي لي 10، بس تقول 10 معناها شنو صار؟ صار الصف الثاني المكان الرابع اللي هو مثلا الصف الثاني المكان الرابع هذا صار زيادة قيمته 10. أنا طلعت زيادة قيمة هنا، طلعت قيمة 10، هاي 10 30. يعني شو يصير هنا بهذا المكان؟ شو يصير؟ هذا 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 القيمة صارت هنا 10، الاندكس ما تبقى 1 مثل 3 لكن قيمته صارت 10.
فهذا كل ما يتعلق بالموصوفة الثنائية. وطبعا هواي أفكار تبدون تبدون هواي أفكار بيها هواي هاي، مثلا إذا أقول لك غير بهذا الصف كله، صفر لي بس هذا الصف كله، صفر لي هذا العمود كله، يعني الآي تغيرها والجي تبقيها صفر، يعني هواي أفكار بيها هواي أفكار بيها. تجيك إذا مثلا مصفوفة متوازية مثلا هنا أربعة وهنا أربعة، تصير بعد بيها أفكار أكثر من القطر الرئيسي والقطر الثانوي، كلهم ما فيهم في السي بلس بلس، كلهم مارين عليهم نفسهم، تقدر تطبق عليه تطبقهم هنا، ما في كل اختلاف. وشكرا جزيلا، وأي سؤال اتركوا لي بالتعليقات.